دورة 53 الآن أنتم فتحتوها هسه. نعم. شنو اللي وين وصلتوا بيها وشنو الضوابط اللي الآن جاي تمشون بيها خلال هالفترة؟ سيد وزير الداخلية أوعز بأن الكوادر العلمية إذا نستقطبها أحسن، يعني أحسن من باقي، يعني أفضلية أفضلية للعلمية، يعني الخريجين حملة الشهادات البكالوريوس. نعم. فإحنا هسه بالتقديم يعني شك واحد مقدم، أول شيء خذينا حملة الشهادات البكالوريوس. نعم. وحملات عندنا بالنسبة عندنا بكالوريوس 7. نعم. ماجستير 7. نعم. دكتوراه 2. نعم. هذولي 9 تقريبا، 9 فئات. نعم. 9 فئات هاي إحنا ذولي المتقدمين. نعم. وبعدين البكالوريوس عندنا يعني أول مرة شنو الأفضلية اللي هي شهادة الماجستير وبعدين البكالوريوس؟ بالضبط. زين، هي دورة 53 هي خاصة بالمفوضين، شنو المؤهلات اللي يعني تكون عند المفوض حتى يستطيع تقديم لهذه الدورة؟ قلت لك هي بالقانون. نعم. بالقانون عندنا أن يكون مفوض درجة رابعة. نعم. فما فوق. نعم. وأن يكون عمره أقل من 40 سنة بعد التحديث. نعم. لأن مجلس النواب كان هو يعني 35 سنة. نعم. هسه صارت 40. صارت 40 بالنسبة لمجلس النواب. زين، وين وصلتوا بها انتم هاي الدورة هسه؟ خطواتكم شنو؟ هسه احنا استقطبنا جميع حملة بكالوريوس. قدموهم إلكترونيا لو شلون؟ لا لا لا، ذولي التقديم عن طريق الوكالات. نعم. يعني احنا عندنا وكالة شؤون الشرطة. نعم. الوكالة الإدارية. نعم. الوكالة الاستخبارات. نعم. وكالة الأمن الاتحادي. نعم. إضافة إلى عندنا عندنا مكتب الوزير والتوابع. نعم. فإحنا هاي كلها نقوم شكلت لجنة برئاستي. نعم. وعضوية جميع ممثلي عن الوكالات، ممثلي عن الوكالات ومكتب الوزير. نعم. فكل من ها يجيب معيته، يعني نعم. مثل ما يقول المقبولة الشروط بي. نعم. فهسه انتم الآن وصلتوا إلى أي نقطة في ما يخص التقديم؟ يعني هسه احنا حملة البكالوريوس قلت لك، يعني حملة الماجستير خلصتوهم؟ الماجستير خلصناهم لأن عددهم قليل. نعم. يعني تقريبا 9 هم. نعم. 2 دكتوراه و7 ماجستير.